حوار مع الجهات المسؤولة وبالضبط ممثلي المملكة المغربية هنا في إسبانيا, وبالضبط السيد القنصل العام للمملكة المغربية السيد عبد الله بيدود اللي حاضر معنا بطبيعة الحال, اللي غادي يقدم لكم إجابات على كل تساؤلاتكم, ونتمنى إن شاء الله أننا نكون عند حسن ظنكم. سيدي عبد الله مساء النور. مساء الخير أخي جاد, فرصة باش نحيي ونبارك لهذه الأيام المباركة جميع الإخوان المغاربة, جميع أفراد الجالية المقيمة من الدائرة القنصلية لبرشلونة, ونقول لهم بصوت حار أخوي رمضان مبارك سعيد, وندعيو كاملين أن تصفف هذه الجائحة وترفع علينا في هذه البلاد وفي بلادنا. نعم, والأسر ديالنا هنا وليه. نعم, جد سعداء سي عبد الله باش أنك تكون حاضر معنا اليوم ونسمعوك, كذلك تجاوبنا على مجموعة ديال التساؤلات ديال المواطنين ومجموعة ديال الأشياء اللي يمكن تقدمها لنا من خلال التواصل. سي عبد الله, القنصلية شفنا وسمعنا وشافوا الناس وسمعوا الناس ما قامت به تجاه المغاربة العالقين, هذا الملف اللي فعلا ملف الساعة من بعد هذه الجائحة ديال كورونا, شفنا التدخل العاجل وفي المكان ديالو ديال القنصلية. كيفاش تلقيتوا سي عبد الله الخبر ديال وجود مغاربة عالقين والقفل ديال الحدود وما يقدروش انهم يرجعوا لأرض الوطن, كيفاش شفتوا هاد الخطوة اللي هي فعلا ثقيلة وثقيلة بزاف سي عبد الله؟ قبل ما نهضروا في هذا الموضوع, بغيت أستاذي الكريم انني اولا نقول لك قداش هذه المبادره ديال التواصل وهاد يعني هذه المحطه هي مباركه وخطوه جريئه ومبادره جيده وجميله, ولابد من تشجيعها بجميع الوسائل, على شان غادي تكون حلقه من حلقات ديال التدبير ديال الشؤون الجارية, بحكم أنها غادي تكون سلطة ديال المراقبة على الأطر ديال العمل, كانت إدارية أو جمعوية أو معذرة, وتكون أيضا وسيلة للتوضيح والتحسيس, والتجربة ديالك ماشي اللي ما غادي تبدأ, السمعة ديالك ماشي اللي ما عاد غادي تكون. فالحمد لله كنباركوا لهذه الخطوة هذه, وكنتمنوا كاملين أن التواصل تحسن وترقى للمستوى اللي بغيني كاملين, كما كنتمنى أيضا أن محطات أخرى تايت تبان وتشجع وتاخذ الحيز ديالها من الضوء باش تملأ الفراغ الكبير اللي كاين في هذا المجال, وتغطي على واحد النوع ديال النشاط اللي ما هوش إعلامي محترف, ماشي إعلامي منضبط, واللي كيسيء الجالية وكيسيء الأفراد الجالية وكيسيء السمع ديال الجالية. لابد من المعلومة تكون مضبوطة, والسمعة ديال الناس تكون محفوظة, والسمعة الوطن أيضا تكون محفوظة. فشكرا لكم على المبادرة, وشجعنا لكم كامل والإخوان كاملين اللي كيعملوا في هذا الحقل, لا في المحطة ديالكم ولا في محطات أخرى. شكرا جزيلا لك سي عبد الله, شكرا. ندخلوا في الموضوع, ونفس السؤال اللي طرحت لك قبل قليل, الموضوع ديال المغاربة العالقين في الدائرة, موضوع اللي ما كنت شاهد كي بهيئ له أو لدي له حساب, حيث أنك ما كنت علمه أن القرار كان مفاجئ وكان عنده حسابات كبيرة ومنظومة اللي كان يخصى شجاعة قوية, لأن يسعد أن الإنسان يأخذ هذا القرار هذا ويكون شكل من الأشكال ديال يعني ديال الحسم في هاد الاتجاه. الإخوان أنا ذاك إحنا كما كتعلموا عندنا واحد الإجراء قمنا به بتعليمات من السلطات المركزية ومن السفارة, وأنه بمجرد ما تعلن على الإغلاق ديال الحدود
تم إنشاء خلايا ديال الأزمة في السفارة وفي الإدارة المركزية وفي القنصلية وفي جميع القنصليات اللي كاينة، بحيث أنا كيبلغ الآن العدد ديالها في جميع أقطار المعمور 155 خلية عمل اللي كتعمل فقط من أجل هذا العمل هذا. وأول ما بدأ العمل بدأ أيضا لابد من نشيد به بواحد العمل ديال واحد جوج ديال البنات اللي ما كنعرفوهمش اللي طوعوا من نسيج جمعاوي واللي بداو كيتصلوا بالمواطنين في جميع التراب الإسباني وكيفردوهم وكيترجموا لهم لأنهم ناس ديزونباري يعني تالفين ما عارفينش شنو يمشيو وكيفردوهم لينا وكيبداو يتصلوا بهم كيعطيو الأرقام ديال ديك الخلايا وبقينا كنجمعوا المعطيات ديال دوك الناس. وبعض الناس قال كودي الله غلب ما بقى عندناش، احنا كنا اولين باش نمشيو اليوم وداك الاورو الاخراني راه هذا جاتنا تعليمات من الاداره المركزيه على انه بهذا الحرف كنفتح القوس وكنقولها داك الناس تيقول لك سيدي حتى مغربي ما بات في الزنقه داك النهار. نعم دونك فاضطرينا اننا ناخذوا اللوطينات اللي قبلوا على داك الطريقه باش كنتعاملوا حنا في الاداره، يعني انهم نعطيهم ضمانات وهذا بعد نعم. وخذوا لنا المواطنين اللي تحصاو ديك الوقيته واللي جاوا لانه ما نساوش بان الاعداد ديالهم في المنطقه ديال برشلونه كيتجاوز 550 ديال الافراد. نعم. ويمكن يكون اكثر، يعني كاين بزاف ديال الناس اللي ما يعني غادي يرجعوا لعند ولادهم في اسبانيا ولا كذا، ما معنيش باش استنى في هولندا او لا ما معنيش بترحيل المغرب، ولكن العدد بالضبط اللي تم التكفل به السي عبد الله من بعد الان لحد اليوم حوالي 80 ديال الافراد في المجموع، منها تقريبا 56 ديال الافراد في السكن. نعم. وكان استحيا نقول الماكل لان عيد، فكنقولوا بالسكن وواجب الضيافه لان مع الناس كما كنعاود كنكرر دائما ما تنقولوش ما خصناش نقولوا هذاك هذا، يعني الناس اللي كنقدروا نقولوا بانهم كان اسيستيوهم يعني كنعطيوهم الواجب الضيافه هما هاد الناس هادو. نعم. كيفاش تم التقسيم ديال هاد الناس سي عبد الله من 561 واحد حتى وصل العدد ل 80 هو اللي تكلفت به القنصليه، الناس الاخرين كنظن انهم عندهم عائلاتهم ولا كيفاش تم التقسيم الناس؟ جدا العدد الاول اللي كانت في الاول بمجرد ما وقعت الازمه هما كانوا 13 ديال الناس فقط. نعم. ولكن كل اسبوع كيجي واحد العدد كنسجلهم وكنطلبوا من الاداره ان يعطيونا الاعتمادات ديال التكفل بهم، وقت كيجيو الاعتمادات كنتكفلوا بهم كنستدعوهم وكنعطيهم المال المحلات ديالهم وكنزيدوهم في اللوائح. وهكذا دواليك، يعني الناس اللي بعض المرات تيكونوا عند أسر صديقة ولا غير معرفة مستحية وكذا، فكيخرجوا تيقول لك أنت ما بقى فين نمشي، ما بقى هذا هو الجهد، فما يمكنش هذا، كنتعاملوا بهذه الطريقة هذه. وكاين الناس اللي عند الوالدين ديالهم ولا عند الأولاد ديالهم أو عند الإخوان ديالهم أو عند النساب ديالهم، وهذو ما كيحتاجوش لهذا التحملات هذو لأنه يستحيل علينا عاوتاني باش غادي نتحملوا العدد كامل. فالعدد اللي وهذا معدل لأن حتى بالنسبة للقنصليات الأخرى سائر لا في إسبانيا ولا في سائر الدول راه المعدل راه دائما في حدود 10% 15% 20% من العدد. نعم. الأمر صعب. تفضل. ما حنا تنأكد على واحد المسألة، راه هذا دليل على التماسك الاجتماعي الحمد لله اللي عندنا قوي. نعم. فعلا كاين حالات شادات اللي فيها وقع عندنا من الخصام ولا وقع عندنا من الشرعان والناس ضاقت بكذا، ولكن الحمد لله أن الأسر باقا متماسكة وباقا ديك التربية وديك الأخلاق القديمة. الأمر خلانا نكتشفوا سي عبد الله الجانب الإنساني في العمل القنصلي اللي اكتشفناه بشكل اللي هو ملموس. لا أخويا ما عافاك الله يجازيك بخير، ماشي عمل إنساني. نعم. الجانب الإنساني فقط ماشي العمل الإنساني، هذا كنظن بأن الناس الكثير شعروا لأنه هذا واجب ديال القنصلية قامت به تجاه المواطنين ديالها فقط. نخليه في الإطار دياله القانوني. نعم. والوطن اللي هو العمل
الإداري اللي ما نقدش نقول بأنه فيه جانب إنساني ولا عمل إنساني، على شأن هذا واجب وحق المواطن على الوطن، حق المواطن على أخوه. من 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 يعني أنا تنشوف ما نقدش نجرح خوتي بهذه الجملة دي، العمل إنساني ولا نشاط إنساني ولا جانب إنساني. لا بد ما نكونوا في الموعد، وحاولنا ما أمكن أن نكونوا في الموعد، ونتمنى إن شاء الله باش هاد نقول لك ما حتى الكاليفيكاتيف ديالها صعيب عليا نقولها، ولكن هاد المحنة تدوز. اللي بغيت نقول للإخوان هو أنه راه كل واحد كيحسب المحنة ديالو، ولكن حنا بدور دورنا تقال علينا الحمل، لأنه كنحسو بالمحنة ديال كلشي. وأحيانا راه تيكون بعض المرات تيفيد الكاس، ولكن كلنا خصنا نصبروا ونخليوا هاد الحمله تدوز. نعم. تيجي بالله الفرج وما بقى قد ما فات في. نعم. قبل قليل سي عبد الله كانت معنا في اتصال هاتفي، كانت معنا الوفاء اللي البنت اللي انتشر الفيديو ديالهم بشكل كبير في المنطقة ديال بادالونا بعد ما وقع نزاع مع السيدة اللي كانت مكارية لهم الدار. ففي نفس هذا الموضوع كذلك شهدنا تدخل ديال القنصلية بشكل بواحد شكل اللي هو فعال. كيفاش كان هذا التدخل سي عبد الله؟ نبغيو نسمعوا من عندك. أنا بحالي بحال الإخوان كاملين توصلت بالفيديو ديك العشية واحد 20 مرة. نعم. يعني عشرين حوالي 20 ديال الأداء اللي توصلوا معايا، وطلبت من الإخوان اللي صافي الفيديو كنقول له عفاك الرقم ديال التليفون ديال السيدة اللي كانت موضوع اللي هي هذا. وفعلا عطاوني الرقم في واحد الساعة متأخرة من الليل، وطلبت منها الإذن بالتكستو قبل ما نتصل بها واش يمكن لي نتصل بالسيدة. فقالت لي ما كاين حتى شي إشكال، عيطت عليها قلت لها بدي إلا كنتي يعني المهم حنا مستعدين، يعني مستعدين نحل المشكل ديك الليلة نيت في ديك الفترة. قالت لي بدي حنا راه يعني الحمد لله يمكننا ننتظروا حتى الغدا. فالغدا في الغدي حضروا الأطراف بجوج. واستمعت الأطراف بجوج وحاولت ماشي حاولت وعملنا كاملين بالأطراف بجوج على أننا نصالحوا الأطراف بجوج. وفعلا تصالحوا في المكتب ديالي الأطراف بجوج، وتبين أمامي الملف أن المشكل سطحي جدا، أنه في حقيقة ما يستحقش أنه يوصل للدرجة هذيك كامل. علاش؟ لأن السيدة وبنتها في غاية الطيبوبة، يعني الناس اللي عندهم كتب عليهم داك المحنة ديال البنت ديالهم وكيتقاتلوا كيناضلوا كيديروا واحد الجهد كبير باش يوصلوا العلاج ديال بنتهم، والله يعاونهم على ديك يعني على ديك المهمة. ولا السيدة الأخرى اللي هي بدورها سيدة عاملة مجدة مكافحة غيور على بلادها، غيور على هذا، عندها قيم كبيرة، حيث أنا ما ترددش في الوقت اللي قلت لها الله يخليك هديرها بحال بنتك وتعاملي معها بعدها. قلت لها وبقات كتفكر هديرها بنتي، وراني أنا حاسة بالألم ديالهم. وفي اللحظة والحين حضناتها وعلقتها وتسامحت معها وقروا باش يديروا طاب الغاز ديال داك الشيء كامل اللي وقع. وهذا بحد ذاته من القيم ومن الشيم الكبيرة اللي كنفتخر بها عندنا في 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 الجالية ديالنا، عندنا في تربيتنا أن نسمحوا تسامحوا في اللحظة والحين. أكثر من ذلك أن يعني بغاو يوصلوا بطريقة أخرى ويسحبوا ديك الشكاية اللي داروا. فعلا مشات السيدة وفاء وسحبت الشكاية ديالها، مع كل أسف ما توفقاتش في النهار الأول ولا في النهار الثاني، فتا النهار الثالث فاش توفقات. واتصلت بي الأم ديال السيدة وقالت لي بأنه غادي ترجع لعند السيدة رشيدة باش ياخذوا الحويجات ديالهم وتأدي لي هذيك المبالغ اللي كتسال. نعم. وتنتمنى انه جميع الاخوان اللي عندهم داك لي فيديو انهم يسحبوا داك الفيديو كيسيء لينا كاملين الصوره ديال الجاليه على العموم، خصوصا ان تلك السيده رشيده السيده كت يعني كت امراه يعني وصلت واحد المرحله اللي ما بقاش كتخدم كتعيش من داك الكرا. نعم. وكيوقع داك الشيء كما كيوقع عندنا كاملين، كلنا كنكونوا في واحد الحاله ديال
يعني ديال التشنج وديال هذا ما كيضرش. ان الى صغرنا مره نكبروا كما كبروا هاد الناس وهما كبار لا بتربيتهم ولا بخلاقهم. وكنشكرهم بدوري على انهم تجاوزوا المرحله الخلاف ودخلوا واحد المرحله اللي عطاو فيها درس ديال التضامن والتسامح والتكافل. انا راه عاشوا بعضياتهم شهور اربع شهور اللي كانوا تعيشوا انصار. وفرصه ايضا اللي كنحيي فيها داك داك التسونامي ديال 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 التضامن ديال النشر ديال الفيديو اي ولا حتى المواطنين التضامن من بعد نعم ولكن هذاك تنقول بانه ما بقاش عنده شي هذاك الفيديو خصو يعني ماشي خصو ضروري انه يتلغى ويتمحى هو شي حاجه لانه كيسيء دابا لينا كيسيء لينا. سي عبد الله في الموضوع ديالنا ديال المغاربه العالقين مجموعه ديال المغاربه اللي حاصلين لا اللي مكلفه بهم القنصليه ولا كذلك الناس اللي كاين بزاف كنظن انه كاين اشخاص اللي ما توصلوش اصلا مع القنصليه واللي عندهم عائلاتهم واللي عندهم الامور ديالهم اللي خلاتهم انهم ما توصلوش مع القنصليه. فالكثير الكثير كيطرحوا اسئله متى العوده سي عبد الله وفوقاش ممكن ان الناس هادو يعانقوا ارض الوطن مره اخرى. بكل صراحة بدون لغة خشب بدون التفاف حول السؤال وهذا كان تعطتنا واحد إشارات على أنه ماشي إشارات رسائل واضحة على أن سنهيئوا اللوائح ديال المواطنين باش نكونوا موجودين في أي لحظة نستجبوا للقرار الإدارة اللي تقلنا. وانا بنفسي كنت يعني وصلت هذا الميساج عبر القنوات ديال الموجات ديال الراديو في المغرب ولا عبر الهاتف على عبر التلفزيون ديال المملكة المغربية او ديال تيلي ماروك. نعم ودي كان فيهم برنامج مطول شرحت فيه حسب الرسائل اللي تبلغنا انه القطاع ديال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون انها الشق اللي كيتعلق بالتهيئ ديال الملف ديالو انه جميع الملفات ديالو موجودة وانه كينتظر السلطات الصحية تعطي الضوء الاخضر كما احنا في اسبانيا. اي حاجة كتقرر الحكومة الاسبانية ما كتقرر الا على ضوء المعطيات والقرارات ديال وزارة الصحة الاسبانية. نعم. لان هي اللي عندها الصلاحية باش كتدبر هاد الملف وكتقول بأنه هاد الناس غادي يمكن نديرو معاهم واحد الإجراء أو لا ما نديروش. وزارة الخارجية وجدت الملف ديالها وناضي وحنا ما عندنا حتى شي حاجة اللي ما توصلناش بها ما عدا وأنا غادي نعاود نثبت هاد المسألة. جميع المعلومات ديال الإخوة اللي تواصلوا معنا ضبطناها لا بالنسبة للناس اللي هما السيدات اللي عندهم وضع ديال الأزمة في الصحة أو في بالنسبة للأطفال اللي عندهم إعاقة أو بالنسبة للحوامل أو بالنسبة للناس للشيوخ أو بالنسبة اللي عندنا شي في ليزوبيتو أو بالنسبة للدري صغار لي مينور اللي جاوا حصلوا هنا أو بالنسبة للناس اللي عندهم سيارات. يعني جميع الشرائح محصية مضبوطة داكشي في قمة الإتقان. خاصنا قرار ديال الإدارة ديال القطاع ديال الصحة يعطي الضوء الأخضر باش القطاعات الأخرى تحرك ونجزوا هذا العمل. نعم. فقط للتأكيد أو للنفي السي عبد الله مجموعة ديال الناس كينشروا بأنه ممكن تكون بداية الرجوع ابتداء من يوم 20 في شهر ماي يعني ابتداء من يوم الأربعاء. واش كاين تأكيد أو نفي لهذه المعلومة هذه؟ دابا حنا عندنا معطى جديد اللي هو انه تم تمديد الحجر الصحي الى غايه ثلاث اسابيع اخرى. تمام. ولكن ما كيعنيش بشكل قطعي انه راه الامور غتختلف او لا اختلفت كثيرا. نعم. فننتظروا لهذا لان حتى الى انتبهوا الناس التدخل ديال السيد رئيس الحكومه ما كانش تدخل يشمل هذا الملف هذا. وبالتالي ماشي معنى انه تلغى او لا تسحب. نعم. بالعكس هذا كيعطي جميع الاشارات على انه ملف باقي في الدراسه وباقي ان شاء الله تنتظروا 20
باش يبان لنا القرارات الحاسبه اللي كانت قالوا لنا بانه غادي يتخذ. تخبروا ديك الساعه انا داك نقدروا نستجبوا نقولوا في الدقيقه اللي كتبع هذا القرار. نعم. مجرد تنعاود كناكد الاخوان انه مجرد ما يوصلنا شي خبر انا كنتوصل بواحد المئات في اليوم، ماشي مئات، عده مئات. نعم. ديال الرسائل النصيه اللي كتقول لك واش كاين شي جديد، واش كاين شي خبر، وقتاش، منين، عندنا كذا، بغينا نسبقوا حنا. باغي نقول الاخوان كاملين اللي كاين يهتموا بهذا الملف، مجرد ما وصلنا شي خبر غادي نجندوا كاملين، الاعضاء ديال القنصليه كاملين، باش نتصلوا بالاخوان كاملين في الهواتف ديالهم وعبر المجموعات الواتساب اللي خلقنا. نعم. باش المواطنين يكونوا معنا بحبل سري، كان 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 تواصلوا معهم في اللحظة والحين، وعبروا راه يعني تستعرض عنا، يعني يعطينا العون بزاف ديال الناس عبر هذه الوسيلة هذه. فما يبخلوش علينا إذا كانت عندهم أرقام هاتفية بالنسبة لذوك الناس اللي عندهم أرقام ديال المغرب. نعم. أرقام مغربية وما عندهمش الرومينغ، راه كان تصلوا بهم وما كان أخذوش المعلومات ديالهم. وهذه هي اللي بغيت قبيلة باش ما ننساهاش. الإخوان اللي بإمكانهم يخبروا الناس أنه اللي عنده رقم مغربي وما تيخدمش الواتساب، راه ما عندناش شي طريقة أخرى باش نتصلوا به، لأنه هو ما كيسعش التليفون، ما كي يعني كونكتيش مع قناة الشبكة الهاتفية. نعم. لأنه ما كيديرش الرومينغ، وبالتالي ما عندناش المعطيات ديالهم. هاد الإخوان خصهم يلقاو اي طريقه يتصلوا باش يتواصلوا مع القنصليه او لا رقم هاتف اسباني. نعم. شهدنا في الامس واول امس سي عبد الله الرجوع ديال المغاربه اللي كانوا عالقين في كل من مليليه وسبته، فمجموعه ديال الاخوان عاوتاني كيطرحوا سؤال كيقول لك علاش هذوك الاخوان ايه وعلاش حنا لا. شنو الاجابه اللي ممكن تكون من عندك سي عبد الله؟ زوج الحوايج بغيت باش نجاوب بهم. اولا واجب تحفظ واحد الحاجه اللي ماشي انا اوتوريزي باش نهضر فيها، لان الاختصاص ديالي ترابي. نعم. ماشي محلي خارج المحل. نعم. دونك هذا واحد باش نحترم حتى المواطن اللي غادي يسمع، ما نقولش على الحاجه اللي انا ما مختصش فيها. نعم. واش هاد المعلومات ما يمكن ليش نصنعها ولا نجاوب من فراغ؟ نعم. إلا غادي يكون كنستعين به وكنستعين بمهمتي. صحيح. زوج غادي نقول بأنه بداية الغيث قطرة. نعم. هذا هو الكل. نعم. فشهدنا في كل هذه الايام هذه النشاط القوي ديال القنصليه سي عبد الله تحت رئاستكم بطبيعه الحال في كل ما كتقوموا به في هذا الموضوع هذا ولا في مواضيع اخرى، فاحنا غنحاولوا ان شاء الله اننا نكونوا قريبين اكثر ونكونوا صله تواصل ما بين القنصليه وما بين الاعضاء ولا افراد الجاليه المغربيه. سي عبد الله، واش كانت في هذا الموضوع بالضبط واش كان هناك تعاون مثلا من طرف المجتمع المدني، من طرف الجمعيات اللي كيشرفوا عليها الناس اللي هما من اصل مغربي هنا في كاتالونيا؟ سي عبد الله، ما نخفيش عليك ان وصلتني اصداء ديال عدد كبير من الجمعيات اللي معروفه وغير معروفه. نعم. وهم من مشارب مختلفه، فيها اللي هي كتعمل في المجال ديال الديني، يعني ممكن عليها بالمساجد، وفيها اللي كتعمل في مجال ثقافي، وفيها اللي كتعمل في مجال مهني. وما بغيتش نذكر لا الاسماء ولا هاد سميتو، علاش؟ لان كاين ناس اخرين اللي يخدموا في الخفاء. ف دونك غادي تسمحوا لي نقول بانه النسيج الجمعوي اللي مغربي في كاتالونيا وفي منطقه برشلونه ما كانش مقصر. فعلا كان واحد العدد ديال الجمعيات اللي اختفت من الرادارات ديال 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 ديال, ديال, ديال الازمه. نعم. ولكن هذا ما يمكن ليش انا نبخس هاد العمل ديال الجمعيات اللي عملت ولو غير شويه. نعم. يعني كل واحد وجهته، انما راه بفضلهم وفضل الرجالات ونساء
قامت واحد العدد ديال المبادرات اللي عبر بها بان تضامن ديال المغاربة مع بعضياتهم وبان الحس المجتمعي. وانا فخور ان في هذه الدائرة كاين ناس بالقلب كبير واللي كرماء وفضلاء وحسوا بخوتهم وقلبوا عليهم في المحلات اللي كانوا ما كيوصلوا ليهمش حتى يعني لهذا يعني مشاو عند دوك الدراري اللي كيكونوا اللي كانوا في حاله تشرد هذا وداروا يعني ما يسمى بانهم يعني الانجاد العمليه ديال الانقاذ. نعم وهاد الناس هادو راه ما يمكنش انسان ما يشكرهمش وما وما هذا ولكن بدون ذكر اسماء. نعم علاش ان تنعتقد ان اللي دار شي حاجه دابا او دارها بلا صور او لا دارها بلا 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 اشاره فدارها لانه مرضاه لله سبحانه وتعالى ومن اجل الاجر والثواب. وهذو هما الشيم والاخلاق ديال المغاربه بطبيعه الحال. سي عبد الله بقات لنا دقيقتين باش نختموا معك الحوار اللي كنتمنى انه ان شاء الله يكون في حلقات اخرى وفي مواضيع اخرى ان شاء الله. فنبغي نخلي لك الميكروفون مفتوح سي عبد الله لتوجيه رساله اللي تبغي توجهها لكل افراد الجاليه المغربيه والجاليات الاخرى اللي كيسمعونا عبر اثير راديو المهاجر. شنو تبغي تقول لهم سي عبد الله؟ ويتقول لهم بأن الأيام المقبلة خصنا نكونوا هذه الأزمة عطتنا مع كل أسف فرصة أننا نقف على حقائق منها أنه لا يصح إلا الصحيح. نعم وما كيحس بالأخير خو وقدما طول الزمان الأقصر راه ما تيهز اللحم إلا خنزات غير مريها. صح وفهاد مسألة خصنا نكونوا متضامنين بدون أي اعتبار لا للمستوى ديال الدراسة ولا المستوى ديال المعيشة ولا من جهادة ولا من جهادك ولا أش من عرق ولا أش من دين ولا أش من جهة ولا أش من لغة. غيبقى نكونوا متحدين كلنا لأنه تبين بأنه الضعف ديالنا جا من التفرقة وجمل من 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 تشردم هذه الجملة. صحيح. وبالتالي نعتقد أنه الأيام المقبلة إن شاء الله إلى انفرجت الأزمة لابد ما يكون عندنا وقفة. نعم. ونعود الحسابات ديالنا باش نكونوا أكثر استعداد المرة الماجية أننا نقابلوا الأزمات اللي بانت الأزمات ديال الضعف ديال التأطير الجمعوي الأزمات ديال القضايا ديال التأطير الديني الأزمة ديال المقابر الإسلامية الأزمة ديال التضامن بالنسبة للفئة الهشة. صح. ونفس الوقت نبدا ما نفتحوا الورش ديال التعامل مع القنصلية. نعم سوريا تحاولت أو تغيرت ماشي حاولت وبغيت الإخوان يعتبروها جزء مقتطع من الوطن ديالهم. نعم. كما تعتبر ذلك القانون الدولي ويعتبروها ملجأ لهم ويعتبروها مسكن لهم في الحالات اللي كتكون فيها الحاجة. وبالتالي يعتبروها أيضا محل خصي يكونوا يشرفهم بمعنى أنه يحافظوا على المعاملة معها والنظافة ديالها والولوج ديالها باحترام وبتقدير. وحنا بدورنا اي حاجه اللي يمكننا نديروها باش نرفعوا من مستوى ديال الكرامه ديال المواطن هو كيدخل القنصليه. نعم. ومن حسن الاستقبال ديالو وحسن المعامله ديالو ونبت جميع الوسائل او جميع الطرق المهينه او الغير لائقه او اللي فيها شويه النقص ان نبدوها بشكل قطعي نهائي لا رجعه فيه. نعم. باش نكونوا كاملين كنقولوا بان راه عندنا واحد الشبر من الوطن كيشرفنا وكنشرفوا. نعم. ولا بد ما نفتحوا اوراش اخرى للعمل وخصوصا لادماج الشباب واحد الجيل الجديد اللي يرفع المشعل ديال العمل الجمعوي بشكل اكثر فعاليه واكثر واقعيه مع الظروف الجديده وبهذا
وآخر حاجة هي لا بد من الشفافية في التعامل. نعم. لا بد من الشفافية في كل الأمور اللي هذا. وهنا كان هدرت معك أستاذي في ذاك المشروع اللي نعمل فيه جميع مع جميع العاملين في مجال التواصل. نعم. كانوا دعوا ران إشارتكم جميع المعلومات اللي كتتعلق بسيدي العمل القنصلي وبالمساطير وبالأرقام علاش باش الناس تكون على علم. نعم. بأن قنصلية تغييرات مستعدوا تغيير الأحسن ولكن بالمساعدة نطلبوا المساعدة طبيعة الحال ديال المواطن هذه الخطوة هذه. سي عبد الله سررت للتواصل معك اليوم وبمرورك معنا في هذه الحلقة وكما قلت قبل قليل نتمنى أنك تكون إن شاء الله في حلقات أخرى وفي مواضيع أخرى. كنشكركم كذلك على النبل الأخلاق ديالكم وعلى المعاملة الجميلة ديالكم دائما مع المواطن اللي كيلقاكم دائما أمامه في وقت الشدة وفي الوقت اللي كيحتاج لكم. واجب صراحة شكرا. هذه الصراحه شكرا لك سي عبد الله. كنحييك وكنشكرك وكنتمنى لك يوم سعيد ورمضان مبارك سعيد. تحياتي لك سي عبد الله. ليكم كاملين سيدي. شكرا. الى اللقاء.